أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى برنامج أضواء على الإعلام الإسرائيلي. سنواصل في هذه الحلقة عرض أبرز ما ورد في الجزء الثاني من فيلم المستعربون الذي بثته القناة العاشرة الإسرائيلية، حيث حاولت تصوير مجرمي الحرب من عناصر الوحدة وكأنهم ضحايا، فيما تجاهلت عمدا الضحايا الفلسطينيين. المستعربون فيلم وثائقي أعده أوري هيلر المراسل العسكري للقناة العاشرة، تمحور الجزء الثاني حول شهادات عناصر الوحدة التي تروي كيف تحولوا إلى قتلة. أحدهم يؤكد أنه غير قادر على تذكر كم شخص قتل، فيما يشير آخر إلى أنه تحول إلى قاتل. ويكشف مستعرب آخر أن المدربين قالوا له يجب إطلاق 5 رصاصات على رأس الفلسطيني حتى يتم التأكد من مقتله. عماد ناصر قائد الفهد الأسود كان شخصا في غاية القسوة، ثمة أمور ليس بالإمكان الحديث عنها. لقد شاهدنا عدد عمليات القتل العنيفة التي نفذها، ولقد أفلت من بين أيدينا مرات كثيرة، وهذا أوصلنا لمرحلة من الهوس، ونحن على مدار 2 شهر لم نغادر القاعدة إلى منازلنا من أجل وضع اليد عليه. لقد وضع الأمر صيت الطاقم على المحك، لقد كان مثل القطة، كان لديه أرواح عديدة. لقد نجا عدة مرات من الرصاص، حصلنا على معلومات استخبارية، وعملية التنكر كعرب كانت في تلك العملية ذكية جدا. وصلنا إليهم بشكل مفاجئ، واستخدمنا شيئا معينا لإخفاء السلاح. وعندما رفع القائد غطاء السلاح وتعطلت فوهة البندقية، والمطلوب تمكن من وضع فوهة مسدسه على رأس القائد، وكان أصبع المطلوب على الزناد، والثانية الأخيرة أطلق رقم 2 نار على المطلوب. لن تقول لنا قصص عمليات المستعربين الأخرى التي شاركت بها، ثمة أمور ليس داع لذكرها، وهي حتى الآن تؤدي الغرض. لماذا نكشف عنها؟ ولماذا نقول لهم وهم سيشاهدون هذا الفيلم بالطبع؟ كان ذلك غادي إيزنكوت رئيس الأركان الجديد، الذي بلور العقيدة القتالية التي تحمل عنوان M16 بدل F16. في جيش الدفاع أدركوا أن القدرة على الوصول إلى المطلوبين في كل مكان وسحبهم من مخابئهم ومواجهتهم وجها لوجه تردعهم أكثر بكثير من قنبلة أخرى تطلقها طائرة من سلاح الجو. العمليات الدقيقة للمستعربين أدت لانخفاض نسبة المصابين الإسرائيليين، وكان له مساهمة أخرى هي انخفاض آخر في عدد المصابين الفلسطينيين. هل فاجأت مخربا في سريره؟ نعم، إنه أمر جنوني. نجده نائما، نكبله ونغلق فمه ونخرج به إلى الخارج، وما من أحد يرى وما من أحد يسمع، وقد يظل بقية أهل المنزل نائمين. العملية التي أتذكرها، ذهبنا لإلقاء القبض على مطلوب جاء للمشاركة في عرس أخته، وهو شخص بحثنا عنه لوقت طويل، وعندما وصلنا لم نجد مكانا لنركن فيه السيارة. شيئا فشيئا بدأ ينكشف أمرنا، فهم ينظرون إلينا، وأجرينا عدة جولات في المكان، ثم قال للقائد انزل وابدأ بالمشي ونحن سنأتي. ووجدت نفسي أتمشى لوحدي في البلدة القديمة في نابلس، وتحدثت معه عبر جهاز الاتصال، فقال لي واصل المشي، لم نجد مكانا لركن السيارة. وفي لحظة فقدت الاتصال معه فصرت وحيدة، وفجأة فتح المطلوب بابا ووقف أمامي، ولهذا الأمر كان تأثيرا قويا علي، فأصبت بالهلع. إذن ماذا فعلت؟ امتشقت المسدس وأطلقت النار من أي مسافة؟ عن بعد 5 أمتار تقريبا. في إحدى الحالات كنت وحيدا في مواجهة 800 شخص، ولكن في هذه المرحلة أنت تفقد الخوف، وذلك عندما كنت مرافقا لجيب أقل أحدهم من الكتيبة، ودخل في طريق غير صحيح تحت الجامعة الإسلامية في غزة، وتم قذفه بكميات كبيرة من الحجارة،
فحت جزاما كان داخله وخرجت وحدي وانقضت على 800 شخص وكأنني رامبو. وأنا أطلق النار مستخدما كل ما بحوزتي وأطلقت كل ذخيرتي من الرصاص. عندها لا يتم إطلاق النار من أجل إثارة الخوف، وإنما تطلق النار لتقتل بغية إعادة هؤلاء الجنود إلى منازلهم. محمود أبود عمد محمود رأس البنية التحتية لحماس في بيت لحم التي أرسلت منتحرين لتنفيذ هجمات في القدس أدت إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين، وذلك في شهر فبراير عام 2004. أحضر الشباك المعلومات الذهبية. أبو عودة يختبئ في مخيم عايدة، وتم استدعاء وحدة المستعربين دوفدوفان لتأدية مهمة محدودة انتهت بيوم قتال كامل. مستيام بيوم كراف ملي في تلك العملية كانت المهمة محاصرة البيت والتأكد أن ذلك المخرب لن ينجح في الهرب. ركضنا واتخذنا مواقع وبدأ إطلاق نار بشكل جنوني، والمخرب بدأ وكأنه لن يتنازل بسهولة. طلبت من أحد الجنود أن يعطني قنبلة صوت وقذفت القنبلة، ثم طلبت أخرى، وفي المرة الثالثة عندما أردت أن أشاهد ما جرى شعرت بوجود فوهة مسدس على عنقي. بشكل آلي وجهت سلاحي إلى المكان الذي شعرت بوجود المسدس فيه وأطلقنا النار معا. حينها أصبت برصاصة واحدة اخترقت عنقي من هنا وخرجت من العمود الفقري. تحطمت على الأرض وفقدت الإحساس بجسدي. المضمد انقض علي وادخل يده في عنقي، ولم اكن اعلم هل ساحيا ام انني ساموت. أنت تصل إلى وضع تتجاوز الخط الفاصل ما بين الموت والحياة. من الصعب بالنسبة لي الحديث عن ذلك أحيانا، وهذه النقطة تؤدي إلى كسرك عندما تنتقل إلى حالة إقناع نفسك أن الموت ليس أمرا فظيعا. في الواقع في هذه اللحظة يجب أن تضحي بنفسك، وكان ذلك الأكثر صعوبة. في تلك اللحظة يتوجب عليك توديع المقاتلين. في النهاية أنت لا تقتل، والمشكلة هي العودة من هناك بعد أن تكون قد فقدت الإحساس بقيمة الحياة. وفي مكان ما أنت تفقد الإحساس بقيمة الإنسان، فأنت تصل إلى وضع تمارس القتل، ويصبح ذلك أمرا عاديا أو ربما أمرا ضروريا، كما يسود الاعتقاد لديك أنه في وضع ما تصبح آلة قتل. באיזשהו מצב אתה, אתה באמת, אתה נהפך למין מכונת הרג כזאת. هل بإمكانك التقدير كم شخصا أطلقت النار علي؟ بكم أنשים يريت؟ لا. لا. بودادين؟ بضعة أشخاص أم العشرات؟ عشرات. كل يوم ايش خايز 3 4 فعاليات. أنت تعرف في كل يوم كنا ننفذ عدة نشاطات ما بين 3 إلى 4. ليكون هذا كل يوم أنت تطلق النار. أنا أعرف أنني كنت دقيقا جدا. كل يوم تيوري. أنا أدري شيء مود مدوياك. هل من الصعب عليك التفكير بأنه أخذ حياة أناس؟ لا. لا. الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لي. إذا كان ذلك ما يجب أن يحدث وأنا واثقة به وأنا أعلم بوجود تقييم صحيح، فهو لم يكن يأخذ حياة الآخرين دون مبرر. أنا أفضل عدم التطرق لذلك. خايف فريق هذا خشوا خايف كيلو
מרגיש בוער בפנים. זה מולך מאוד נוגח באיזה עץ מבחינתי, משהו. אבל משתדל לא להגיע למקומות האלה. סיטואציה שאתה נהפך לרוצח, כן. זה האימונים. זה מה שמחדירים לך למוח. هذه حالة تتحول فيها إلى قاتل، هذه تدريبات، وما يدخلونه إلى دماغك هو أنه عندما تدخل الميدان في حال لم تطلق النار، إن من سيطلق النار عليك هو القائد، وأنت تدرك وحدك أيضا أنه في حال لم تتحول إلى قاتل سيتم تحويلك إلى قاتل، إما أن تفترس وإما أن يتم افتراسك، وهذا هو الواقع. المشكلة هي أن تشعر أنك الله. كذا. البايع، إيش تمرجش إلهيم؟ تمرجش كل يخول. وإيم نفلا بيداي الزخوت، شاني هي ذا شيء هسه هذا. لخوض لي. كم אנשים يريت بشيروت شخا كم شخصا اطلقت النار عليه خلال خدمتك العسكريه كم مخبلين يريت لا ده لو سافرت يمون لا اعلم لم اجري عمليه عد اطلقت النار على كثيرين تقريبا في كل يوم كان لدينا اطلاق نار وليس كل اطلاق نار انتهى بموت بموت אבל يري يمون كيمات كل يوم يريت تقريبا في كل يوم اطلقت النار كان نعم تودي نحن يهودين انت تعرف نحن يهود ومكتوب لدينا من جاء لقتلك فانصب كمينا لقتله اليس كذلك بخاشكم لورجو لو انت مزككت كل انت تجمل التدريبات في الدفدفان وعمليات المستعربين في هذه الايه بسوف ذا البسوك هذا تودي ده لو لورجيم بدفدفان لو ده لو يحيى ده لورجيم لورجيم كش تصيح لاروج تميد ايش هو قال لي مشو مع المروعينين قال لي شخص من الذين اجريت معهم مقابلات لقد حولوني الى قاتل افخوت لروصخ هو يقول لي اجيب ذئب انا اقول لك بامكانه قول ذلك وهو محق من وجهه نظره في اللحظه التي ترتدي فيها ملابس مدنيه وعندما تلتقي بمقاتل في الجانب الاخر وهو مدني وانت تواجهه وجها لوجه وعندما تكون المسافه الفاصله صفرا في تلك الحاله يجب ان تمشق سلاحك وتقتله لانك اذا لم تفعل ذلك فانه سيفعل وانا لا اسمي ذلك قتلا لخم اميتي تמיד امروا لنا שאנחנו יחידה כירורגית دائما قالوا لنا اننا وحده جراحيه واننا وحده تنفذ عمليات اعتقال ولكن في الواقع كنا ننفذ عمليات اغتيال ثانيا العمليات لم تكن عمليات جراحيه فجرنا بيوتا ليست مستهدفه ودخلنا بيوتا عن طريق الخطا تجول الكثير من الرجال وهم يحملون سكاكين ضابط يشارك بالعمليه وهو يحمل نجمه نينجا في الجعبه لقد تجول رجال وبحوزتهم رصاص دمدم وهو مخصص لإلحاق ضرر أكبر من الرصاص العادي رصاص يسبب القتل على نحو أكبر وهذا الرصاص محظور استخدامه في الجيش ولكنه كان متاحا للوحدة والقادة علموا بهذا الأمر وهو ليس الأمر الوحيد كيف تتأكد من مقتل شخص ما؟ يجب إطلاق 5 رصاصات بالرأس إذن فإن إطلاق 5 رصاصات سيؤدي كما يبدو إلى الموت وإذا كنت ستنفذ عملية التأكد من القتل عليك إطلاق 5 رصاصات على رأس الإنسان شبو يروا لمشو 4 كدورين بروش بو لو مات אז 5 כדורים בראש הוא כנראה ימות. אז אתה צריך, אם אתה צריך לוודא הריגה, זה 5 כדורים בראש של הבן אדם. ועכשיו המסתערבים פותחים את הלב. والآن المساربون يفتحون قلوبهم ويفتحون الصدمات ويكتشفون أن عدوك أحياناً مثلك تماماً والزمن لا يشفي والجرح لا يلتئم والكوابيس في الليل قد تجبي ثمناً نفسياً ليس هيناً ولكن المساربين يتفاخرون وعن جدارة أنهم منعوا آلاف الهجمات الإرهابية ومن يعلم كم عدد القتلى والجرحى الذين منعوا سقوطهم ومي يودع كما هروجيم وفتسويم תראה, כשמסיימת עבודה עם הרוגים,
عندما ينتهي العمل بسقوط قتلى، لست أدري هل رأيت أحدهم مقتولا. هذا ليس أمرا لطيفا أن ترى دما وأمورا أخرى. لي بكل أופן هيا لفخوت 3-4 مكرين كاله שבאמצע התדריך, אחד הלוחמים הכי מבריקים שלי. بالنسبة لي كانت 3 أو 4 حالات على هذا النحو. في خضم التدريب أحد أفضل المقاتلين التابعين لي انهار. ما قال له؟ متموتات. متموتات؟ היו מקרים שאתה יודע, אנשים אצלנו ממש נדפק להם המוח. אתה קולט שיש עוצר ויש בלגן, משהו רוצה... في بعض الحالات الرجال لدينا أصاب التلف أدمغتهم. أنت تدرك وجود حظر للتجول وثمة فوضى، وليس من المفيد مغادرة المنزل. فجأة أرى سلسلة من راكبي الدراجات وهم يلوحون بأيديهم على هذا النحو، وسألتهم ماذا تفعلون؟ قال لي الجندي أعلمهم ركوب الدراجات، وأنت تلاحظ أنهم لم يعودوا أسوياء. وأحدهم يجري لمدة 2 يوم في القاعدة العسكرية وهو يمتطي عصا ويقول لك إنه ساحر. وذا رجل تدعى أنت لا متخس بشوت. ماذا يصل بين أدم؟ ماذا يفعل ذلك بشاب صغير عمره 18 عاما؟ أدم صغير بين 18-19. الصعوبة الكبرى أن الكلام محظور، وفي نهاية الأسبوع تذهب إلى البيت وليس بمقدورك إشراك أحد بمشاعرك. هذا يؤدي إلى اضطرابات صعبة في النوم. فجأة يسيطر ذلك عليك أثناء جلوسك مع أناس، فيكون جسدك في ذلك المكان ولكنك لست هناك. ببساطة تكون منشغلا بإجراء تحقيقات مع نفسك. هل فكرت بالانتحار؟ אחרי 20 שנה אני עדיין עומד מולך ועדיין עושה תחקירים ובוכה. بعد 20 سنة أقف أمامك وأنا أحقق مع نفسي، وأنا لا أعلم من يتوجب علي إنقاذه ومن يتوجب علي إعادته للحياة. هل هذا يبدو طبيعيا؟ ואני לא יודעת מי להציל ותמי להחזיר לחיים. נראה לך זה משהו נורמלי? كان أشخاص مثل هؤلاء، وكان للأسف لدينا أشخاص للأسف فعلوا أمورا محظورة وغير ملائمة لجنود جيش الدفاع ومن يرتدي الزي العسكري. ماذا فعلوا؟ أحيانا تنفذ إطلاق نار غير مبرر ولم يكن ضروريا أن تقوم به، وثمن ذلك فقدان حياة بشر، وهذه خسارة كبرى. تقصد إطلاق نار على أبرياء؟ نعم، كانت حالات مثل ذلك. هل تعتقد أن ذلك كان نابعا من العنصرية وكراهية الفلسطينيين؟ بشكل قاطع نعم. أنت قوة عسكرية تتقمص هوية شخص مدني وتتحرك في المجال المعادي، هذا أمر مشوق. أنا أحب ذلك كثيرا. فكر بذلك لوحدك، أنت تأتي فجأة إلى المكان ومظهرك يبدو مثلهم وهم فجأة يصابون بالصدمة. وهذا أمر رائع لأنه لم يتم اكتشافي. عندما دخلت وفقط كشفت نفسي للمطلوب.